السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير مشاهدين ومستمعين قناة الريان وبرنامج صباح رباح وين ما كنتم. حلقتنا اليوم مميزة بما فيها حوارنا وأيضا تقاريرنا، وعشان تعرفون مميزة بإيش تابع معنا أبرز عناوينها. مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن انطلاق مهرجان أجيال السينمائي. قريباً أول عيادة لمرض التوحد في مركز روضة الخير. جامعة قطر نظرة حول مؤتمر القيادة الطلابية. إبراهيم الحمادي وقصة نجاح وتحديات لذوي الإعاقة. مثل ما قلت لكم مشاهدينا، حلقتنا اليوم مميزة وبالتحديد بضيوفها. خلونا نقول ونبدأ بأول حوار مشاهدينا في أولى جلساتنا الحوارية. راح نناقش استعداد مؤسسة الدوحة للأفلام لتقديم النسخة الخامسة من مهرجان أجيال السينمائي في كتارة وفي 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من فنانين بارزين، صانعي أفلام عالميين، شخصيات إعلامية ومواهب محلية ناشئة. في هذا الحوار راح تشاركني في الاستديو السيدة فاطمة الرميحي المدير التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام حتى تحطنا بالجو وفي دورة هذه السنة. صباح الخير. صباح الخير، شكراً على الاستضافة. شلونك أستاذة فاطمة؟ الحمد لله. كلمينا عن هذا المهرجان لهذا السنة بالتحديد. المهرجان السنة إن شاء الله في نسخته الخامسة يطلع على الناس من تاريخ 29 مثل ما تفضلتي. مهرجان أجيال هو مهرجان لكل الأجيال، للصغار والكبار. لجنة التحكيم فيه مميزة، وهي الأطفال والشباب من سن 8 ل 21 سنة. جميل، حلو. وتقريباً يكون عندنا فوق 500 طفل وشاب وطفلة وشابة يشاركون معنا خلال 7 أيام، يشوفون الأفلام، يحللونها، ينتقدونها، يغوصون فيما خلف كواليس هذه الأفلام مع المخرجين والممثلين الحاضرين للمهرجان، وفي الأخير يكون عليهم مهمة التصويت للأفلام الفائزة بالجوائز. جميل. وعندكم الأطفال، خلينا نتكلم شوي عن الحكم الطفل. هل تهيئونهم من قبل أستاذة فاطمة؟ طبعا احنا بما ان احنا في السنه الخامسه، فكثير من الاطفال اللي مشاركين معنا والشباب صار لهم يردون معنا، يعني في بعضهم كبروا معنا والمهرجان كبر معاهم، انتقلوا للمرحله اللي بعدها، انتقلوا للمرحله اللي بعدها واللي بعدها. فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا خلال هذه السنوات ان احنا نزرع فيهم نظرة مختلفة لمشاهدة الفيلم، نظرة تحليلية يقدر يتابع فيها طريقة الإخراج، طريقة الإضاءة، التمثيل، كل شيء، حتى الست شلون ينعمل لكل مشهد. وطبعا خلال المهرجان ندخل بتفاصيل أكثر معاهم، هم مو بس يدخل الواحد منهم يدخل ويشوف الفيلم، لا، في تمهيد قبلها. صحيح. في كثير من الإرشادات نعطيهم إياها قبل الفيلم وبعد الفيلم وخلال الأيام السبعة كلها، على أساس يقدر بالفعل انه يقيم هاي الفيلم في النهايه. واحنا نعرف ان تقييمهم في اغلب الاحيان ما يعتمد يمكن على التقنيه مالت الفيلم، يعتمد على مدى تواصلهم مع القصه ومع الاحداث اللي تصير في الفيلم، وهذا شيء طبيعي. حتى 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 اكبر المخرجين واكبر لجان التحكيم في العالم بعد تعتمد هاي الاسلوب. استاذ فاطمه، يعني نقدر نجيبهم عندنا هنا في الجاليري بعدين، ولا الافلام غير عن الافلام؟ شلون نعرض مستقبلا ممكن يكونون معنا؟ طبعا يعني في كثير من الحكام الحين ممكن تستضيفينهم، او ممكن يتكلمون لك عن الافلام اللي شاهدوها في اجيال، ويناقشون لك شلون الافلام هذه اثرت في حياتهم شخصيا، وحاولوا من بعدها ان يسوون شيء لمجتمعهم ياثر فيه ويعني يضيف اضافه جيده. تتكلمين للمجتمع. عن اطفال استاذ فاطمه؟ احنا نتكلم من سن 8 ل 21 سنه، فمو بس اطفال يعني. صحيح. حتى الاطفال الحين يعني نعرف ان الاطفال ما عادوا اطفال مثل قبل، يعني من 8 سنين عنده الايباد، عنده الايفون، يقدر يصور، يقدر يعرف اشياء وايد. صحيح. يمكن احنا حتى اهاليهم ما نعرف عنها. صحيح. طيب ايش رايك نتكلم عن مواضيع هذه السنه والافلام والمشاركات؟ كلمينا عن عدد المشاركات.
السنة عندنا أكثر من 100 فيلم مشارك من تقريبا 43 دولة، فيرويج التنوع الكبير في الثقافات اللي بتنعرض عليهم هنا في أجيال. تقريبا 20 فيلم طويل و83 فيلم قصير، 55 من هذه الأفلام صنعت في العالم العربي و52 فيلم منها صنعت من مخرجات نساء، ففي بصمة نسائية كبيرة في المهرجان السنة. وطبعا المواضيع تختلف في المهرجان، مواضيع تهم وقضايا عالمية تهم حتى الشباب، عطيني أمثلة عليها. مثلا مواضيع الهجرة الدولية والتغرب، مواضيع فقدان الأحبة، الأسر، المواضيع الأسرية، الضرورة الملحة أن احنا نمكن الفتيات والنساء، هاي كلها من المواضيع اللي بتنطرح في أجيال إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب مهرجان أجيال قدر يحقق أهدافه من ناحية تطوير المواهب السينمائية؟ يعني شوفي احنا الحين في السنة الخامسة، المهرجان أجيال من البداية من أول ما بينا حطينا له أهداف قريبة وأهداف بعيدة المدى. الأهداف القريبة بدينا نلمسها من السنة الأولى والحمد لله، والحين بعد نهاية السنة الرابعة وإحنا داخلين في النسخة الخامسة، يعني فعلا نحس إن احنا قاعدين نشتغل في الطريق الصحيح. نشوف إن كثير من الشباب والأطفال اللي شاركوا معنا بدأوا ينظرون للأفلام بنظرة نقدية تحليلية، وما عادوا ينظرون لها من مجرد إن الفيلم شيء ترفيهي، بل أصبح بالنسبة لهم شيء ضروري وتعليمي وتثقيفي. بالإضافة إن المواهب القطرية بدت أنها تتزايد وبدت يصير عندها مهارات أفضل في أنها تحكي قصتها بنفسها للعالم، ونلاحظ قصتها الشخصية نقدر نقول قصتها المجتمعية، قصتها الشخصية. يعني نلاحظ مثلا برنامج صنع في قطر اللي الحين يعود لنا من اللي بدأ من 2013 والحين ما زال معانا في 2017، هو يعتبر من أقوى المسابقات، صار بالفعل مسابقة تنافسية، كثير أكبر أعداد كبيرة تقدم لنا وما نقدر ناخذها كلها للأسف، وناس وايد تزعل، بس لأن فعلا البرنامج أو القسم صنع في قطر أصبح يعني في منافسة شديدة، وصرنا ناخذ الأفضل من الأفضل اللي يصنع خلال العام. والسنة إن شاء الله بيكون معنا 16 فيلم من صناع قطريين ومقيمين هنا في قطر نعرضهم للجمهور. ما شاء الله. وتم تصويرهم في قطر نقدر هاي كلهم تم تصويرهم في قطر. ما شاء الله. ننتظر حيال هذه الأفلام إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن المشاركين بعد مهرجان أجيال، وين يتوجهوا له؟ في كثير من الفعاليات اللي احنا نقيمها خلال السنة، فمن مثلا بالنسبة للحكام حكام أجيال، في فعاليات احنا نقيمها للشباب على مدار السنة من حيث أفلام نعرضها سواء في المتحف الإسلامي أو في كتارة، من حيث ورش تدريبية نقدمها على مدار العام، وفي السنة بعد شيء جميل في أجيال بنقدمه 7 أفلام لمخرجين شباب صغار عملوا هذه الأفلام خلال البرامج والورش التدريبية اللي عملناها في الصيف، فبنسميها صنع في قطر شباب، وهذه أول مرة نعرض أفلامهم للجمهور، فنشوف أن العمل على مدار السنة كله ينصب في خلال أجيال. وبالنسبة للمخرجين ما بحب أقطعك، بس أن أنتم قاعد تأهلونهم وتطورونهم وتدربونهم، قاعد تأهلون تشتغلون على هوات ولا تشتغلون من الصفر مع المشاركين؟ نشتغل على أغلب المراحل، يعني حتى اللي يبي يدخل أول مرة بس يجرب، هذيل الشباب ممكن يدخلون يجربون، ونشتغل بعد على مراحل متقدمة أكثر اللي هم المخرجين اللي صار لهم الحين أكثر من سنة ينتجون أفلام، نشوف أفلامهم بدأت تتطور، بدأ مستواها وايد يتحسن لدرجة أنها تنطلب في مهرجانات، يعني تسافر مهرجانات كبيرة عالمية وتنعرض فيها في المسابقات أو خارج المسابقات الرسمية، وهي شيء نفتخر فيه أكيد. صحيح أكيد. طيب خلينا نتكلم شوي عن قطر، هل ممكن مستقبلا أن نشوف مخرجين أو منتجين أو حتى ممثلين عالميين؟ احنا الحمد لله يعني ماشيين على هاي الطريق، السينما باعها طويل واحنا ما زال لنا يعني 7 سنين 8 سنين بادين، واوريدي بدينا نشوف مواهب جميله ومواهب رائعه، يعني حتى اكبر المخرجين في العالم شافوا هذه المواهب وانبهروا فيها، فطبعا نتوقع لهم مستقبل باهر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم شوي عن جانب اخر، وهو ان هالسنه عندكم عروض خاصه لافلام كويتيه. أي. خصوصا راح تكرمون الممثل الراحل عبد الحسين عبد الرضا، كلميني عن هذا الجزء. السنه ان شاء الله بدينا سلسلة جديدة، هي سلسلة صنع فيه، ونحط الدولة اللي ممكن أنها تشارك. فالسنة بنبتدي بصنع بالكويت، لأن الكويت لها
يعني قيمة كبيرة بالنسبة لنا، صحيح. ولها تاريخ فني كبير بعد، فحبينا ان احنا نبتدي فيها. بنعرض بعض الافلام القصيره من الكويت في برنامج صنيعه في الكويت، وان شاء الله يوم الافتتاح بنكرم الفنان الرائع الراحل عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، بما انه كان من الشخصيات اللي فعلا قدرت ان هي تجمع الشعوب كلها، صحيح. تحت رايه الفن والبسمه والضحكه. فان شاء الله الله يوفقنا ونقدر ان احنا هاي البرامج اللي نقدمها تعجب الجمهور. امين يا رب. كلمه خيره تحبين تقولينها استاذه فاطمه الرميحي للجمهور او حتى خلينا نقول المجتمع القطري اللي يراقب هذا السينما؟ أنا طبعاً أتمنى كل سنة إحنا ندعوهم أن يشاركون معنا في المهرجان. المهرجان مو بس في أفلام، في فعاليات، في عروض مصاحبة، مثلاً سنة في معرض اسم عن الحصار اسمه معرض البلوكيد، بيسلط الضوء على بعض الأعمال الفنية اللي انعملت خلال الحصار اللي تتصدى للأخبار الزائفة والغلط اللي كانت تطلع عن قطر في هاي الوقت. فأنا أتمنى كل الجمهور القطري يشارك معنا ويحضر البرامج المختلفة في المهرجان. كل شيء موجود على الويب سايت، المعلومات، التوقيت، الفعاليات، كل شيء موجود على الويب سايت، وفي كتالوج بعد في كل البرامج والأفلام موزعة في محل، في مناطق بيع التذاكر، في فناك وفي كتارة. فأتمنى أن الناس تجي وتشارك معنا وتشوف فعلا قيمة الأفلام الغير تجارية، الأفلام اللي ممكن تأثر في حياتنا بصفة شخصية وتخلينا في المقابل إحنا نأثر في مجتمعنا بشكل إيجابي. سيدة فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، سعيدة جدا بتواجدك معنا، ولأسعد أن ننقل هذا المهرجان وفعالياتها للجمهور. شكرا على حضورك. شكرا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. مشاهدينا الحوار جدا ممتع مع أستاذة فاطمة، خصوصا أنه هو قاعد خلينا نقول ننتقل لمرحلة أخرى من الفن، وإن شاء الله قطر راح تكون على هذا الدرب، من مهرجان أجيال السينما إلى فعاليات بيئية، حيث انطلقت يوم أمس السبت فعاليات البرنامج سنوي لكل ربيع زهرة بالخور، والذي اختار الاحتفاء هذه السنة بنبتة الرقروق. ويأتي هذا البرنامج البيئي الذي ترعاه صاحبة السمو شيخة موزة بنت ناصر المسند في إطار الاهتمام بقضايا البيئة والمجتمع وربط الأبناء بطبيعة الوطن. كاميرا صباح رباح زارت المعسكر ورجعت لنا بهذا التقرير. تحت رعاية حضرة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، انطلقت فعاليات برنامج لكل ربيع زهرة 2018 الذي يقام في نسخته العشرين بمنطقة راس مطبخ ببلدية الخور والذخيرة. ويحتفل البرنامج هذا العام بنبتة الرقروق، إحدى نباتات البيئة القطرية التي تظهر في مواسم الأمطار، وذلك لعلاقتها بوجود الفقع. وتزدهر هذه النبتة عادة في شهري مارس وأبريل من كل عام بأزهارها الصفراء، وتتواجد في السهول الرملية المختلطة بالترسبات الطينية الناعمة والحجرية، وتتميز بارتفاعها الذي يصل إلى 45 سنتيمتر وأوراقها السميكة وألوانها الخضراء الغامضة، ولها عدة مسميات عند أهل قطر منها الهشيمة والقصيص. اليوم هو الافتتاح الرسمي لبرنامج لكل ربيع زهرة، وبهذه المناسبة الكريمة نرفع تحية شكر وعرفان لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر على مبادرتها في توطين النشأ في البيئة القطرية، وأيضا محاولة لتعزيز قيمهم تجاه التعامل مع الحياة الفطرية. وبالتالي نعيش عام 20، والعام 20 هو أيضا تم اختيار نبتة الرقروق، أصبحت ستعايش معنا إن شاء الله طول الفترة سنة 2018. ويهدف برنامج لكل ربيع زهرة إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، بالإضافة إلى التعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، فضلا عن تعزيز الحس البيئي لدى النشأ. طبعا هذه فعاليات دائما فيها العديد من البرامج، منها خبرة في محطات متعددة مثل ما تلاحظ، هناك محطة الزراعة، محطة التعرف وخبرة النبات وخبرة الطيور حشرات، خبرة أيضا للقدامى أهالينا وشيابنا الذين عاشوا البحر. أيضا هناك برنامج لربط الرياضة بالبيئة، كون أن هناك قيم للرياضة تجاه البيئة، وأيضا قيم للبيئة التي تمنح للرياضي أن يمنح. وكما نعلم دولة قطر رائدة
في هذا الجانب. وحقق برنامج لكل ربيع زهرة منذ إطلاق العديد من الإنجازات، وحصل على الكثير من الجوائز في دولة قطر وخارجها، وذلك من خلال مشاركته في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية من أجل إبراز النباتات القطرية والجهود التي تبذلها قطر في الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي. سعيدة جدا لما تشوف بلادي قاعد تهتم بكافة المجالات. مشاهدينا، جولة سريعة لأبرز عناوين صحفنا الصادرة صباح اليوم. أول صحيفة راح تكون معانا الشرق ونقول فيها: رئيس الوزراء يتفقد كورنيش الدوحة ومشروع طريق خليفة، وذلك للاطلاع على سير الأعمال. انتهاء مشروع تصنيف المدارس الخاصة قريبا ويشمل 277 روضة ومدرسة. التعليم تنظم الأسبوع الوطني للبحث العلمي مارس المقبل، والذي يهدف لتأهيل طلبة المدارس وتنمية مهاراتهم الابتكارية والبحثية. وعندنا في الوطن بدء دورة الدفعة التاسعة لمجندي الخدمة الوطنية لخريجي الجامعات. افتتاح المدرسة التكنولوجية العام المقبل، العام الدراسي المقبل، وذلك للمرحلة الثانوية بقوة 60 طالبا من البنين. بدء برنامج التوعية القانونية في المدارس، وثمان برامج قانونية معتمدة تعمم على مدار العام. وفي الوسائل عندنا: موازنة 2018 تدعم التنويع الاقتصادي، والأولوية راح تكون للبنية التحتية والتعليم والصحة والمواصلات وكأس العالم. وأيضا عندنا في الوسائل: ضوابط وإجراءات فتح مكاتب التمثيل التجاري الاقتصاد، تحديث القوانين لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ثبات أسعار الإيجارات الشهرية للمكاتب، وتزايد المشاريع المكتملة خلال العامين المقبلين. عندنا أيضا في العرب: تنمية مهارات 350 طالبا بلقاء الأشبال، نظمت جمعية الكشافة بمشاركة 12 مدرسة. وياك تعزز الإبداع والتميز بمدرسة عمر بن الخطاب الأولى، وذلك ضمن مبادرة تميم المجد ملهما. مستشفى الوكرة ينظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة. وفي الراية عندنا: اليوم بدء منافسات الذكور في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم كاملا، وهذا في المرحلة الأولى بدورتها 24. عندنا أيضا في الراية: 100 طالب وخريج يشاركون بفعاليات التواصل المهني، نظمتها جامعة تكساس بحضور ممثلي 40 شركة. مؤسسة قطر تفتتح مركزا ترفيهيا في أكاديمية الخور لخدمة أهالي الخور والمناطق الشمالية، والمركز ينظم ملاعب، حمامات سباحة، صالات متعددة الاستخدام. مشاهدينا، هذا كان مع أبرز ما عندنا في صحفنا اليوم. خلونا حين نروح فاصل ونرجع لكم من بعده.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. من علوم الجو ننتقل إلى جامعة قطر وبنتعرف على مؤتمر القيادة الطلابية الثالث لجامعات ومؤسسات التعليم العالي مع زميلنا غانم العالي. نتابع. صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم من جامعة قطر. صبح عليكم بالخير، واعطيكم طبعا هذه التحية الصباحية الممزوجة بالتعليم والقيادة من جامعة قطر في تغطيتنا الحصرية لمؤتمر القيادة الطلابية. تقدم ضيفي في هذه الفقرة الدكتور خالد الخنجي، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب. دكتور خالد يا هلا ومرحبا بك على شاشة قناة الريان. يا مرحبا فيك. الله في البداية احنا نبي ناخذ فكرة عامة عن مؤتمر القيادة الطلابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر تقدم للقيادة الطلابية أصبح تقليد سنوي تقريبا في جامعة قطر، نقيم المرة الثالثة والحمد لله الإقبال عليه كل سنة يزيد، التسجيل دائما يعني ما شاء الله كل المقاعد تنحجز قبل بداية المؤتمر بفترة. السنة هذه كان عندنا مشاركات ليس فقط من الجامعة ولا حتى من دولة قطر، لكن أيضا من دولة الكويت وسلطنة عمان. عندنا تقريبا جامعتين من سلطنة عمان وحوالي 4 جامعات مشاركة من دولة الكويت، بالإضافة طبعا إلى جامعة قطر وبعض الطلبة من الجامعات الأخرى الموجودة في دولة قطر. أيضا دكتور صراحة أنا حابة أتعرف عن السبب اللي يجعل جامعة قطر تتبنى مثل هذه المؤتمرات، خصوصا المتعلقة بالقيادة، القيادة الطلابية بشكل عام. نعم، الجامعة طبعا تنظر لمهمتها في إعداد طلابها يخرجون المجتمع أنهم يكونون فاعلين. كلمة فاعلية تعني أشياء كثيرة، تعني صفات معينة لابد أن يكتسبها طالب الجامعة تساعد أنه فعلا يكون له أثر ودور في مجتمعه. لذلك احنا في الجامعة لا نهتم فقط في الجانب الأكاديمي البحث المتعلق بالمقررات الدراسية والمتطلبات ومتطلبات البرامج المختلفة، لكن أيضا نعي بكثير من البرامج الإضافية خارج الصف الدراسي وخارج الخطط الدراسية، وهدفها هنا فعلا تبني شخصية متكاملة لطالبتنا ولخريجينا، تكسبهم كثير من الصفات اللي تساعدهم أن يكونوا فعلا فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم في مجال عملهم بعد ما يتخرجون. لذلك عندنا مجموعة من الفعاليات الكثيرة، من ضمنها طبعا وهذا من الأشياء اللي كثير نركز عليها على قضية القيادة. والقيادة بالنسبة لنا طبعا أن الطالب أو الإنسان حتى أن يكون له هدف في حياته ويكون له أثر على نفسه وعلى محيطه وعلى مجتمعه بشكل عام. فمن هنا جاء التركيز على مثل هذه الفعالية بالذات على جانب القيادة، لكونها مهمة جدا لتخريج الطلبة بشكل انهم يكونوا فاعلين وقادرين على التأثير في المجتمع بعد التخرج. شيء جميل ان جامعة قطر طبعا تهدف الى بغض النظر ما نقول بغض النظر اضافة للتعليم ايضا هي تحاول ايضا زرع صفات اخرى مثل القيادة. في صفات اخرى بعد جامعة قطر تركز عليها في تعزيزها وتبنيها في الطالب؟ والله يعني القيادة هي جزء من منظومة أكبر طبعاً، لكن القيادة في حد ذاتها تركز على كثير من مثل ما نقول المهارات والصفات والقيم اللي تنمي الجانب القيادي. يكون الإنسان عنده قدرة أنه هو يحط هدف لذاته ويخطط لهذا الهدف ويقدر يتفاعل مع الناس المحيطين حوله سواء في محيطه الاجتماعي أو في محيطه المهني. قدرة الإنسان أنه يفكر في نفسه ويفكر في عمله ويراجع ويقدر ويتواصل مع الآخرين ويخطط، كلها مجموعة كثيرة من المهارات اليوم من ضمنها طبعا تحت موضوع القيادة. عندنا من الفعاليات المهمة قضية طبعا المعرفة الثقافية والتركيز على التنوع الثقافي الثري اللي موجود عندنا في الجامعة وفي المجتمع القطري. عندنا قضية التطوع أيضا مهمة جدا، وكلها تنمي مهارات معينة بعضها متداخلة وكلها تكمل بعضها البعض. في النهاية تهدف أن فعلا نخرج طالب متميز جدا من ناحية ليس فقط علمه ولكن أيضا من جانب شخصيته. دكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر، كل الشكر لك. شكرا، يعطيكم العافية. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الكرام هذا اللي موجود عندي طبعا من جامعة قطر، تحدثنا مع الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب عن مؤتمر القيادة، عن أيضا دور الجامعة وحرص الجامعة أيضا في تعزيز هذه الصفة القيادية في الطلاب وحرصها طبعا على تخريج طلابها إضافة للتحصيل العلمي أيضا إلى الصفات القيادية مثل طبعا القيادة والصفات الأخرى. هذا اللي موجود عندي، ننتقل للاستديو. صباح الخير.
شكرا لك زميلي غانم، وشكر موصول ايضا لضيفك الكريم على هذه على هذا المجهود اللي يبذلونه، وشكرا لجامعة قطر. ومن التعليم الى الصحة، حيث تولي قطر عناية كبيرة لمرض التوحد، ومن المقرر ان يتم افتتاح اول عيادة للتوحد في مركز روضة الخيل. متى راح يتم افتتاحها؟ كيف آلية العمل فيها؟ أسئلة راح تجاوبني عليها ضيفتي الدكتورة صدرية الكوهجي، استشارية طب المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. صباح الخير دكتورة. صباح النور. في البداية حاب أشكر قناة ريان على هالاستضافة الكريمة وإعطائي الفرصة للتحدث عن اضطراب في التوحد اللي هو أصبح من المواضيع الهامة في مجال الصحة محليا وعالميا. في البداية حابة بس أعطي نبذة بسيطة جدا عن مرض التوحد أو اضطراب طيف التوحد. هي عبارة عن مجموعة من الاعتلالات تتصف بالضعف السلوك الاجتماعي والتواصل والقدرات اللغوية إلى حد ما. هي تظهر في الطفولة المبكرة وتميل أن تستمر في مرحلة المراهقة والبلوغ. عالميا حسب الإحصائيات اللي نشرتها منظمة الصحة العالمية سنة 2016، كان كل طفل يعني مدى الإصابة كل طفل ل 160 طفل. في دولة قطر حاليا عدد الحالات اللي تم التعرف عليها 3000 حالة. عموما الأعداد هذه في حالة تزايد، وبالتالي الطلب للخدمات اللي محتاجينها لهالفئة في حالة تزايد. بالنسبة للمصابين باضطراب طيف التوحد، طبعا في منهم عندهم أعراض بسيطة يستجيبون للعلاج بسرعة، وممكن يعيشون حياة مستقلة ويصل لهم دمج مع الناس الطبيعية، وفي منهم يكون عندهم أعراض أكثر شدة بيكونوا محتاجين رعاية طويلة الحياة. الخدمات اللي احنا محتاجينها بالنسبه لاضطراب طيف التوحد هي اكثر، هي ما في خدمات دوائيه، ما في علاج دوائي. طبعا هالكلام موجه حق الاسر اللي عندهم اطفال من التوحد. بشكل عام اللي مش ما في علاج دوائي هو كلها برامج دعم اجتماعيه سلوكيه ونفسيه، من دورها ان تهيئ ذوي التوحد للدمج الطبيعي عمليا مهنيا واجتماعيا. الاشياء المهمه بالنسبه لهم، احنا مهم بالنسبة لنا تعزيز وعي المجتمع، الأسر، الكوادر العاملة في الجهات المختلفة، كيفية طبيعة هذا الإصابة وكيفية التعامل معها. عندنا فحص المبكر مهم جدا، إن أنا تحت عمر 3 سنوات ويكون عندي آلية واضحة لتحويل الجهات المتخصصة. مثل ما قلت، البرامج الدعم السلوكية والنفسية تكون مبنية على أدلة علمية ومعترف فيها عالميا، وطبعا ما ننكر دور البحث العلمي اللي هو مهم جدا في تطوير الخدمات لهذه الفئة. دكتورة صدرية، 3000 طفل في قطر، هاي نسبة كبيرة. هي نسبه الحالات اللي متعرف عليها، بغض النظر يعني بغض النظر التركيز على كبر النسبه وصغر النسبه، احنا ناكد ان هم محتاجين لخدمات متخصصه، لان في نسبه كبيره منهم تستجيب للخدمات هذه وللعلاجات هذه، وممكن تعيش حياه طبيعيه كغيرهم من افراد المجتمع. طيب خلينا نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه، كلمينا عنها. احنا مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدينا نسلط الضوء على اضطراب طيف التوحد من سنة 2012، بدينا بالوعي المجتمع ووعي الأسر عن علامات الخطر وكيف مواصفات هالمرض وشنو الخدمات اللي احنا عندنا وكيف التحويل. بدينا بالفحص المبكر في عمر 18 شهر و30 شهر من ضمن باقه خدمات الطفل السليم، ونحول الأطفال اللي هم مشتبه فيهم اللي ممكن يكون عندهم الاضطراب للجهات المتخصصة. شاركنا في الخطة الوطنية للتوحد من 2015، وكنا شركاء معهم على الخطة يوم تم تدشين الخطة تحت رعاية الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء ووزير الداخلية سنة 2017 في شهر أبريل. ومن بعدها عززنا خطواتنا وجهودنا في هالمجال، شكلنا فريق كبير. الفريق هاي بدينا قام يركز على تدريب القوى العاملة في المراكز من الطبيب والتمريض والموظف الاستقبال والحياك على كيفية التعامل مع هالفئة وتقديم الخدمات لها. إداريين وأيضا إداريين والطاقم الطبي، كيف التعامل مع هالفئة. قمنا نحط آليات تعطي أولوية لهم في أخذ المواعيد وفي الدخول على الطبيب عند زيارة المركز الصحي. موظف الحياك يكون مدرب إن يستقبلهم من عند الباب، يرافقهم في جميع المراحل، الاستقبال، مختبر، غرفة الطبيب والتمريض، لما ذو التوحد يخلص رحلته في المركز الصحي. عندنا برنامج دعم الأسر، بندرب أو بتم تدريب أطباء الأسرة على برنامج معترف فيه عالميا للدعم النفسي والسلوكي للأسر، هو برنامج من الجمعية الوطنية للتوحد البريطانية، وبيكون في دعم في المراكز الصحية للأسر ذوي التوحد. بيكون عندنا طبعا احنا شاركنا في البحث العلمي،
عندنا بحث حاليا شغال مع جامعة قطر في مجال التوحد، واللي الخبر اللي نشر بالنسبة لعيادات التوحد في مركز روضة الخير هي عبارة عن احنا بنغير كل العيادات والمرافق اللي موجودة في المراكز الصحية بحيث تكون بيئة صديقة آمنة لهالفئة من ناحية الأثاث، الصوت، الإضاءة، ألوان الجدران، يعني المكان كله راح يكون مهيأ حق يكون مهيأ لهالفئة. حاليا بنبتدي مش مركز واحد، عندي خبر أحلى مبشر، بنبتدي في 10 مراكز صحية ما شاء الله. يعني اللي قدرنا نغير 10 رقم مو بسيط، رقم مو بسيط، يعني احنا ماخذين مثل ما يقولون مبادرة واسعة المدى، ونحاول ان المواصفات هذه بتكون موجودة في جميع المراكز الصحية اللي بتنبني اللي تحت الإنشاء او تحت التخطيط في المستقبل بإذن الله. وغير روضة الخيل ممكن تعطينا شيء هنت شوي؟ والله بيكون في مركز الوكرة ومصلال ومركز العبيب، راح يتوزع على الدوحة، على الدوحة كلها بحيث نخدم الجميع. طيب كلمينا عن مدى اهتمام دولة قطر بالتوحد. طبعا دولة قطر برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير بلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مهتم اهتمام كبير بجميع طبقات المجتمع منها وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي التوحد. عندنا رؤية قطر ل2030 هي تهدف إلى استمرار العيش الكريم لجميع من هو في المجتمع القطري وفيهم ذوي الاحتياجات. ومثل ما قلت جات الخطة الوطنية تحت رعاية الشيخ عبدالله بن ناصر عزز دور القطاع الصحي والقطاعات الأخرى ذات الصلة للخاصة والحكومية لتقديم ما هو أفضل لهذه الفئة. نقدر نعتبرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هم نحن نقدر أو فئة بروحهم؟ لا، هم مع ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا ما حابة أقول ذوي الاحتياجات الخاصة، هم دوم في فئة موجودة وعلاجها موجود، وهم يقدرون يعيشون الناس الطبيعيين في المجتمع، هم طبيعيين بس محتاجين شوية تدخل مبكر وعلاجات خاصة فقط. يعني ممكن هذا مع الوقت يخف التوحد وممكن يروح دكتورة؟ في قلت لك في ناس المصابين عندهم أعراض خفيفة، وإذا تم تشخيص مبكر وتدخل مبكر يقدرون يتغلبون على الأعراض هذه، وفي نسبة يكون أعراضهم شوي تكون أكثر شدة. بعد في برامج معينة إن ممكن أهما تساعدهم في استمرار الحياة. طيب عندنا آخر سؤال، شنو تحبي تقولين عن خططكم المستقبلية في مؤسسة رعاية الصحة الأولية أو كلمة تقولينها للناس؟ الخطط المستقبلية طبعا مثل ما جزء منها أنا ذكرت، إحنا طموحنا وايد ونحلم في كل ما هو جميل ومفيد للمجتمع القطري. بيكون العيادات هذه المهيئة للتوحد موجودة في جميع المراكز الصحية، بيكون في ممكن ندخل بعض الخدمات العلاجية في المراكز الصحية، بيكون في إعطاء في بعض خدمات المعافاة لهذه الفئة، وبيكون في توسع في البحث العلمي. الكلمة اللي حابة أوجهها للأسر إن رجاء في أخذ القرارات بالنسبة للعلاج والتدخلات عدم الاعتماد على المعلومات الموجودة على جوجل أو الرسائل التواصل الاجتماعي، لأن هاي معلومات مو دائما تكون صحيحة، ويجب الرجوع للطبيب المعالج أو الطبيب المختص المجال. وإحنا دائما متابعين وملتزمين بوعودنا، وإن شاء الله نسوي كل ما هو يكون يرضي احتياجاتهم. نصيحة ذهبية مثل ما قالت البروديوسر عندنا، لأن فعلا يعني تعرفين اللي ولعتي لنا لمبة في مخنا، أن فعلا في ناس يأخذون من وسائل التواصل أو عبر جوجل، وأنا اليوم سويت سيرش على جوجل. بس هذه المفروض يعني ناخذها من الطب نفسه. شكرا لك الدكتورة صدرية الكوهجي، استشارية طب المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على حضورك اليوم. مشاهدينا نتمنى أن هذه الفقرة تكون مرجع لكم ولكل الأطفال أو أهالي الأطفال المصابين بمرض التوحد. لازلنا مستمرين معاكم في الحديث عن التوحد لكن بعد الفاصل.
رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، نبقى قريب عن التوحد لكن هالمرة مع جهة مختصة بالتعامل معاه، مع مركز الشفلح واللي يقوم بدور كبير في احتضان الأطفال المصابين بالتوحد. وتشاركني هذا الحوار السيدة مريم الغيلان، مدير إدارة الخدمات التعليمية بالوكالة في مركز الشفلح. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور، يا هلا ومرحبا، يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة. يعطيك العافية أستاذة مريم. إحنا استضفنا الضيفة قبل حوارنا هذا الدكتورة صدرية الكوهجي، تكلمنا عن التوحد، لكن تعريفك أنت أستاذة مريم للتوحد شنو بيكون؟ بالنسبة للتوحد كان في الماضي لم يتم اكتشافه ولا كنا نسمع عنه، لكن الحين انتشر وبفضل رب العالمين ثم بفضل الدولة اللي ساهمت في جميع الوزارات والمؤسسات في نشر الوعي بالتوحد. التوحد هو عبارة عن اضطراب أو خلل عصبي يصيب الدماغ، يؤثر في التفاعل الاجتماعي، يؤثر في التواصل اللفظي أو غير لفظي، يؤثر في حتى في طريقة النطق، طريقة الكلام بشكل عام. هاي نقدر نقول الأعراض، أعراض التوحد تقريبا. طيب خلينا نتكلم عن الأسباب اللي تؤدي لهذا التوحد. أنا حاب أسألك عنهم، في أشياء موجودة في البحث العام مثل خلينا نقول عوامل جينية اللي هي الوراثية بيولوجية، عوامل حول المناعة، حول الحمل، عوامل دماغية، يعني قولي لي مدى صحة هذه المعلومات. كل هذه أسباب جميعها تعرضت للأبحاث، لكن إلى الآن لم يتم الاستقرار على أنه فعلا مثلا بسبب جيني، بسبب مكتسب وراثي، بسبب بيئي، ممكن يكون عن طريق مثلا البعض قال بسبب التطعيم، البعض قال في مشاكل في الحمل أو ما بعد الحمل، كل هذه إلى الآن لم يتم بالفعل يعني يكون هناك دليل ثابت أن فعلا هذا سبب رئيسي. حتى لو كان دماغي؟ حتى لو كان دماغي. طيب. بس الاتجاهات الحين والدراسات الحين كلها تصب نحو الجينات العصبية. الجينات العصبية؟ نعم. يعني جميل. ممكن يكون وراثي بس إلى الآن لم يتم التأكد من هالشيء. جميل. طيب خلينا نتكلم عن في علاج للتوحد ولا هو رفيق للعمر؟ نفس الشيء بعد على هالأساس المفترض ان احنا ما نقول مرض التوحد، هو اضطراب او خلل، والمرض يكون له اسباب ولها علاج. فعشان كذي اضطراب طيف التوحد الى الان ما كان له اسباب ولا العلاج. العلاج الوحيد حاليا اللي هو العلاج التربوي، علاج النطق واللغة، العلاجات اللي تأهل الطفل انه يكون يعني يوصل لأعلى قدراته فقط. يعني أستاذة مريم قاعد تقولي لي أن المفروض ما نسميه مرض لأنه هو ما له أشياء علاجية وما له أشياء بيولوجية. بدون أسباب وبدون علاج. بدون أسباب. أيوة. بدون علاج. هذه معلومة جديدة يمكن تكون على بعض المشاهدين. أيوة. وبعد في ممكن يكون لأن جميع الأعراض تتجه نفسيا، يعني جميع الأعراض تتجه نحو الاتجاه النفسي، يعني ما في حد من الأطفال يكون بينهم أشياء مشتركة في الطبي. أو أشياء بيولوجية داخلية في الجسم. واللي يقوم بتقييمه وتشخيصه هو الأخصائي النفسي وأخصائي التربية الخاصة وليس الطبيب. صحيح. هاي دليل آخر بعد أنه فعلا هو مش مرض، ونحن لازم ننشر هالثقافة بيننا وبين المجتمع، ما نقول مرض لكن هو عرض أو اضطراب أو خلل. جميل، حلو، هذه المعلومة لازم توصل حق المشاهدين. كلمين عن الخدمات اللي يقدمها مركز الشفلح. الخدمات اللي يقدمها مركز الشفلح يقدم من بدء دخول الطفل، من التسجيل، التشخيص، التقييم للطفل، يقيمه شخصه فريق متكامل ويشاركه الأسرة. طبعا من البداية يحطون أو يضعون له خطة فردية متكاملة الأركان يعمل بها الفريق بشكل عام، يقدم له خدمات تربوية، يقدم له خدمات علاج نطق ولغة، وأحيانا إذا احتاج الطفل علاج طبيعي نقدم خدمات توعية أسرية للطفل، لأسرة الطفل سواء داخل المركز أو حتى ممكن يكون في المنزل، يروح فريق متخصص في المنزل ويقوم بتدريب الأسر في كيفية تعامل الطفل مع الأسرة، في كيفية تعامل الأسرة مع طفلها. ممكن إحنا ندرب الطفل داخل المركز وندرب الطفل خارج المركز في الأماكن العامة، وندرب الناس اللي حواليه والمجتمع اللي حواليه شلون يقدرون يتعاملون معه ويحتوونه ويتقبلونه. يعني قاعد تكلميني عن الأسرة أستاذة مريم، دور المحيط، دور المجتمع اللي حول الطفل مهم كثير طبعًا. كلميني عن دورهم، لأي درجة مهم يكونوا موجودين؟
طبعا الدرجة مهمة جدا، لأن بالنسبة لنا احنا كمركز احنا نستقبل الطفل مدة 5 أو 6 ساعات فقط، لكن الدور الأكبر للأسرة في البيت، والدور الأكبر بعد كذلك في المجتمع. لازم يكون عنده توعية تامة. احنا وصلنا الحين ل 2017، التوحد وخاصة عند مبادرة رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بالنسبة للبرامج اللي طبعا اتفق فيها مع جميع المؤسسات الخطة عن طريق الخطة الوطنية للتوحد. فالمفترض ان احنا كلنا نكون يد واحدة ونعرف شلون احنا نتعامل مع الطفل بشكل عام. الطفل هذا سؤالي كنت بسألك اياه، اوجه التعاون بينكم بين هذه المراكز. احنا بيننا وبينهم اتفاقيات كثيرة، وإلى الآن يعني لحد آخر شيء إحنا متعاونين معهم من ناحية الاتفاقيات اللي تبرز بالفعل توعية للتوحد، اللي تبرز إحنا شلون نقدر نقدم أفضل خدمات للطفل. كلنا يد واحدة من جميع المؤسسات في قطر. شكرا لك. نعم. الأستاذة مريم الغيلان، كلمة أخيرة تحبي تقولينها للجمهور؟ والله أنا أكد على كلام أختي الدكتورة صدرية، ووصي الأهل أن ما يتوجهون فعلا لأي بدعة وخرافات تقال سواء عن طريق التكنولوجيا أو عن طريق الأفراد مع بعض. شكل مع هذه بعض المصادر كان فيها صعوبة معاكم مع الأهل. بالضبط بالضبط، إحنا واجهنا كثير من الصعوبات، مش صعوبة، كثير من الصعوبات واجهناها وتحديات، وأنا أكد على كلمتها فعلا. شكرا لك السيدة مريم الغيلان، مدير إدارة الخدمات التعليمية بالوكالة في مركز الشفلح، على وجودك معنا اليوم. يا مرحبا. مشاهدينا، الإعاقة لا تقف حائلا ولا حاجز في طريق النجاح. قصة نجاح لشاب قطري إبراهيم الحمادي، تحدث المصاعب وقدر يثبت نفسه في مجال عمله رغم الإعاقة. نتابع مع بعض هذا التقرير. اسمي إبراهيم أحمد الحمادي، أشتغل في البيس باديز، وظيفتي هي الاستقبال. استقبال أول شيء أني أرد على المكالمات، واستقبال الزوار، واستقبال البريد من خارج العمل، وأعطيهم حق الناس اللي معينين في البيس باديز. أنا اشتغلت في سنة 2010 وصار لي 7 سنوات في البيس باديز. أنا كنت في التدريب الوظيفي في مركز الشفلح، كنت معاي عدة طلاب غيري أنا، وكانوا معاي مدرسين وأهلونا لعدة أشياء في التدريب الوظيفي. أول شيء علمونا على جهاز الكمبيوتر، وثاني شيء علمونا على شلون تتكلم بالهاتف، وثالث شيء كانوا يعلمونا على كيفية التواصل مع الناس اللي خارج العمل، شلون نتعامل مع الآخرين، شلون تعامل في العمل وخارج العمل. وشافوا مستوى اني انا مستوى يعني جيد في التدريب الوظيفي، ومن بعدها رشحوني للتخريج، تخريج من مركز الشفلح. وكان عدة اصدقاء عندي تخرجوا من مركز الشفلح، وحاليا هم يشتغلون اللي في كلية المجتمع وهو اللي في قطر البترول وأماكن حكومية يعني غير هذه. أول ما تأهلت للوظيفة حسيت باستقلالية، وحسيت باعتماد على الناس، حسيت أني شخص منتج في المجتمع. أهلي كانوا سعيدين في هذا الشيء، ومن بعدها أهلي كانوا متواصلين، كانوا يشوفون المستوى بيني وبين التوظيف. الهوايات كثيرة، مثل كرة قدم، مثل ركوب الخيل، مثل كرة اليد، كرة الطائرة. من بعد العمل أنا أمارس عدة من الرياضات اللي أنا أحبها. سعيد
سعيدين جدا لما نشوف هذا الانجاز. الله يوفقك يا ابراهيم ومنها الاعلى ان شاء الله. مشاهدينا نختم مع فقرتنا الخدميه لهالاسبوع، حيث افتتحت مؤسسه حمد الطبيه العياده الطبيه بمنطقه سيرين للعام الثامن على التوالي، وبالتزامن مع موسم التخييم الشتوي. للمزيد عن الخدمات العلاجيه التي تقدمها العياده نتعرف عليها في هذا التقرير. تعتبر منطقة سيلين إحدى أهم الوجهات المفضلة لهواة التخييم، وتحرص مؤسسة حمد الطبية على فتح هذه العيادة الطبية خلال موسم التخييم لتقريب الخدمات الصحية من رواد هذه المناطق. العيادة التي تفتح للعام الثامن في هذه المنطقة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية لضمان تخييم شتوي آمن. خدمة طبعاً تخدم الجرين بيشنت او المصاب اللي مصابين لهم مقص او لسعه، لا قدر الله لسعه ثعبان او من هالامور، صداع، توفر على المصابين انهم يجون العياده في نفس في اي وقت ويرجع المخيم، ما تخرب عليه الطلعه كامله، تكون قريبه من الحوادث اللي ممكن تصير سواء ار تي اي سياره او حتى من البايك او من اطفالنا اللي يلعبونه، حتى من البحر ممكن واحد انه يتعرض لاي مشكله يكون فيرست ريسبوند قريب منه. العياده الطبيه طبعا تنقسم إلى قسمين، قسم دكتور وطبيب في العيادة، وقسم أمبولانس سيرفيس أو خدمة الإسعاف اللي تنقل المصاب سواء من سيلين أو من داخل العديد من أماكن عدة. وتقدم العيادة خدماتها أيام الخميس والجمعة والسبت لمختلف الحالات التي تحتاج مساعدة طبية، حيث تتم معالجة الحالات الخفيفة بشكل كامل، فيما يتم نقل الحالات الصعبة والحرجة إلى المستشفى. جاتني إصابة البارح في يدي، كنت ألعب طائرة وجاتني إصابة في صبعي، ونمت في الليل وقمت الصباح ومن الألم جيت برجع الدوحة، خلاص إن على أساس برجع الدوحة بروح المستشفى. الشباب قالوا لي في مستشفى هنا تبع سيلين، وقلت لهم يلا خذوني هناك. وفرت علي مثلاً الوقت إني أرجع الدوحة مثلاً، والويكند يخترب علي، وجيت هني وما قصروا الطاقم الطبي، كلهم ما قصروا. مؤسسة حمد الطبية ما قصروا، حط لنا عيادة في سيلين، خدمتهم سريعة وجيدة حق الأشياء الضرورية. بالعكس يعني في سيلين نحتاج هالأشياء الضرورية. الخدمات الطبية المقدمة في هذه المنطقة تغطي جميع الأماكن من خلال نقاط إسعاف متفرقة وسيارات إسعاف ذات دفع رباعي، إلى جانب الإسعاف الجوي عبر طائرات الهليكوبتر. طبعاً وجود مثل الأجهزة والمعدات في سيارة 4x4 لاند كروزر، ومن ضمن أسطول الإسعاف هو للوصول إلى المصاب في أي مكان كان، مكانه في سيلين أو في العديد، مكان يصعب الوصول إليه من الإسعافات العادية، ومحاولة علاجه، محاولة ان احنا نعالجه، ومحاولة ان احنا كأنه يكون في مستشفى حمد. وصول الاسعاف له مجرد ما يوصل للبراميديك ويشتغل في المصاب، هو كأنه يكون باذن الله انه وصل المستشفى، وباذن الله انه نحاول 90% ان احنا نحاول ننقذه لين يوصل للمستشفى. وبتوفير مختلف هذه الوسائل تكون الخدمات الطبية في متناول المواطن والمقيم والزائر في أي مكان، من خلال طواقم طبية عالية المستوى وأحدث المعدات الطبية، حرصاً على سلامة وراحة مرتادي المناطق البرية والشاطئية في الدولة. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من الصباح رباح. يمكن حلقتنا شوي كانت دسمة على غير العادة بما أننا ناقشنا موضوع التوحد، لكن نتمنى أنها تكون مرجع مسموع لكل من حاب يتعرف عليه، والكل من عنده خلينا نقول طفل مصاب بالتوحد. لأي استفسار أو مشاركة تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة لكم أسفل الشاشة. نشوفكم في حلقات أخرى على خير، في أمان الله.